وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أشار المستشار الدكتور علي الشويخ المحامي العام بالتفتيش القضائي إلى أن زيادة الوعي المجتمعي إحدى أهم أهداف هذه الحملة الوطنية. طبعا هذه الحملة هي حملة منظمة من عدد من الوزارات، منها النيابة العامة ووزارة الداخلية ووزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الإعلام ووزارة التربية والتعليم. وضعت هذه الجهات المنظمة والمشاركة كذلك عدد من الأهداف المنظمة لهذه الحملة، وعلى رأس هذه الأهداف هي زيادة الوعي المجتمعي سواء عند الأفراد أولياء الأمور وكذلك المؤسسات والأطفال، بحيث نوعيهم ونرفع التوعية بشأن مظاهر هذه الجرائم سواء الاستغلال أو الابتزاز الإلكتروني، كذلك الحث عن الإبلاغ عن الجرائم الممارسات الجرامية التي تقع على الطفل من خلال الشبكات والمواقع الإلكترونية، مع ضمان الحماية والخصوصية لكافة المتقدمين للبلاغات سواء أطفال أو مجني عليهم أو أي شخص يتقدم بشأن هذه البلاغات. كذلك وضعنا هدف آخر وهو التصدي للشبكات والمواقع الإلكترونية الإجرامية عن طريق سهولة الإبلاغ سواء بالتليفون بالحضور الشخصي للمؤسسات المعنية أو بالبريد الإلكتروني.